ديال ترصد الوبائي لداء كوفيد 19 في بلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب المعطيات التي توصلت بها المنظومة الوطنية للترصد الوبائي لهذه الجائحة. الفترة ديال 24 ساعة بطبيعة الحال ما بين الساعة الرابعة بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال يومه 29 أبريل 2020، حيث سجلنا خلال هذه 24 ساعة 69 حالة إضافية مؤكدة مخبريا، ويصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء هو 4321 حالة. هذه الحالات المؤكدة خلال 24 ساعة 47 منها تم اكتشافها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 69% من الحالات المكتشفة. بالمقابل تم استبعاد عدد آخر يفوق 1600 حالة كان من المحتمل إصابتها بفيروس كورونا مستجد، إلا أن المختبرات أكدت بعد التحليلات المخبرية عكس ذلك. ويصبح منذ بداية الوباء إلى الآن إجمالي الحالات المستبعدة بعد التحري والتحليلات المخبرية 28609 ديال الحالات. التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة لم يطرأ عليه أي تغيير، حيث تظل أكبر نسبة هي التي سجلت بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 25%، تاليها جهة مراكش أسفي بما يفوق 21%، ثم جهة طنجة تطوان بما يفوق 13%، وتأتي بعد ذلك جهتي فاس مكناس وضرعة تفيلات بما يفوق 12%. خلال 24 ساعة تم أيضا تبليغ ومع الأسف على 3 ديال الحالات الوفيات إضافية، ليصبح بذلك إجمالي حالات الوفاة المتعلقة بداء كوفيد 19 منذ بداية الوباء ببلادنا 168 حالة وفاة، ويبقى معدل الفتك أو نسبة المئوية للفتك هي لم تتغير منذ أمس، هي 3.9%. بالنسبة للمتعافين سجلت المنظومة الصحية ولله الحمد تماثل الشفاء ديال 150 حالة كانت متابعة بمختلف المستشفيات والمراكز المخصصة لذلك. بطبيعة الحال بعد التأكد من المعايير المخبرية المخصصة للتصريح بالشفاء التام، فيصبح بذلك إجمالي حالات الشفاء ببلادنا 928 حالة شفاء منذ بداية هذا الوباء، ويرتفع كما عهدناه منذ عدة أيام معدل أو نسبة المئوية للتعافي ترتفع فتصبح الآن في حدود 21.5%. يجب الإشارة كذلك إلى أنه لازلنا نسجل تقلصا يوما بعد يوم في عدد الحالات التي يتم التكفل بها وهي في صحة حرجة أو متقدمة، فتصبح تمثل فقط هذه الفئة 4%، في حين أن 82% من الحالات من مجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تم التكفل بها وهي لا تظهر عليها أي علامات سريرية أو لديها بعض العلامات البسيطة جدا. وفي الأخير يجب الإشارة إلى أنه لازلنا نتابع عددا من المخالطين، حيث لدينا إلى حدود اليوم 8948 مخالط لا زالوا تحت المراقبة الصحية، في حين يجب أن نشير إلى أنه منذ بداية الوباء تم التتبع والتكفل ب 25231 مخالط. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.